المدارس المصرية اليابانية مشروع اهتم به الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن الخطة الموضوعة لإصلاح التعليم بمصر وإدخال عدد من المدارس المختلفة التي وصل عددها إلى 40 مدرسة من الإسكندرية إلى أسوان مرورا بمدن القناة، حيث تبدأ المدارس في استقبال طلابها للعام الثاني على التوالي. المدرسة شايفة ان هي بتتعامل مع الطفل، بتعدل سلوكياته، بتقوم التصرفات الغلط اللي هو بيعملها، مش بتلجأ لأولياء الأمور ان هم يحلوا اي حاجة مش كويسة بتقابلهم. قبل كده كان في مدرسة تانية لما بيحصل حاجة دايما بيجيبونا احنا اولادكم عملوا كذا، لا المدرسة بتقوم سلوكياتهم من نفسها، بتعدلهم للسلوك الصح. تجربتي مع المدرسة هنا ريتال الحمد لله كانت لفت مدارس كتير، ده بجد يعني الحمد لله. لا لقيت هنا في حاجة مختلفة، لقيت هنا في بيت مش مدرسة بيعلموا كل السلوكيات، على شفنا حاجات مختلفة كتير جدا، كفاية جدا انها عرفت ازاي تتفاعل كويس قوي، وعرفت انها بقت متحملة مسؤولية كويس. لما باجي اخده هو مروح بحس ان هو زعلان وبيسلم على كل اعضاء التدريس بحب، وأما بيصحى من النوم فرحان وجري عشان هيلبس عشان رايح المدرسة. كمان انعكس على تصرفاته في البيت، بقى بيقول لنا تعليمات اللي بيسمعها في المدرسة من النظافة، حتى بيخش يساعدنا في كل حاجة، بيرتب حاجته وهو في السن ده شيء جميل. المدرسة مختلفة في كل حاجة، يعني من ناحية تعليم سلوكيات دي ملاحظاها جدا في نور، لأن هي هنا من السنة اللي فاتت. الولاد برضو ناحية التعليم عن طريق اللعب حاجة جديدة ومختلفة، وحاسة ان هي جايبة نتيجة كويسة جدا مع نور برضو لان هي موجودة من السنة اللي فاتت. حظيت محافظة الغربية بإنشاء 3 مدارس يابانية، أما في دمياط الجديدة بها مدرسة واحدة كمحافظة جنوب سيناء. المدرسة المصرية اليابانية هنا موجودة في طور سيناء، بجد صرح تعليمي ومميز، في نظام تعليمي حلو جدا، الأنشطة بيتعلموا من خلالها الولاد، الاهتمام من أول كيجي لغاية المراحل الابتدائية الصفوف الأولى اللي موجودة في المدرسة، المعلمات مهتمين جدا بالولاد والولاد مبسوطين جدا بالمدرسة ومرتبطين بيها. المدرسة بتحقق كلمة التربية والتعليم، كنا بنشوف تعليم بس، الحقيقة هنا في المدرسة بقى فيه تربية كمان للطالب، وهو فعلا اتغير سلوكيا واكاديميا وبقى شخصيه تانية خالص. ناس كثيره شكرت لي فيها، والولاد ما شاء الله يعني بقى لهم كام يوم اهوت ممتازين يعني، وفي تقدم، والمدرسه جميله والاداره جميله ما شاء الله عليها يعني. تعود بدايه المدارس اليابانيه الى 28 من فبراير عام 2016 عندما زار الرئيس عبد الفتاح السيسي دوله اليابان، وتم توقيع اتفاقيه الشراكه المصريه اليابانيه في التعليم للاستفاده من تجربه اليابان الناجحه في التعليم العام والفني، لتبدأ نشاطها في المحافظات المصرية في عام 2018، كما أثبتت كفاءتها منذ أول عام دخلت فيه الخدمة التعليمية في مصر.